موضوعنا اليوم جدلية الطاعون بالجلسة الأولى، هل تعيد المختلفين لطاولة المفاوضات؟ لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. باقي يقول الشاعر العراقي الحلي موفق محمد: أفنيت عمرك لم تقم من وجعة إلا وطحت بأخرى، سر مهر وانقس. ويمكن أن ينطبق هذا البيت الشعري على حال العملية السياسية التي تخرج من حفرة وتقع بأخرى، وكأن خيالها يشد لجامها وتتعثر حوافرها. بعد أزمة الانتخابات وما رافقتها من شكوك التزوير، خرجنا من هذه الأزمة وقد قتلنا من الوقت أكثر من شهرين، وبدأنا الدورة الخامسة بتجويد قرآني وقسم دستوري، وبعدها فوضى وضرب. وقد نال من هذا الأمر رئيس السن الذي ضرب في رأسه ليغمى عليها. لكن في الحقيقة ليست لكمة للمشهدان فحسب، بل هي لكمة للشعب العراقي الذي كان يمني النفس أن تغيير أغلب وجوه النواب يمثل تغييرا في وضعهم. لكن على ما يبدو أن الجلسة الأولى توحي لنا بأننا بدلنا عليه وبعلاوي. الكتلة الأكبر وطلب باسم خشان هما من أشعل النار في قبة البرلمان. بعد نزاع الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي أخذت حيزا قانونيا يحتاج إلى تفسير شاف، يقول الخبير القانوني طارق حرب: لا دستورية وقانونية لطلب الإطار بأنه الكتلة الأكبر، لأن الطلب يجب أن يقدم للرئيس المنتخب وليس لرئيس السن. معززا قوله بأن الإطار التنسيقي ليس كتلة بل هو مجموعة كتل، لذا فإن طلب الكتلة الصدرية بأنها الأكبر عددا سليم وقانوني. أما الحدث الثاني فهو قول النائب باسم خشان: عدم دستورية ترشيح السيد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لمخالفته الكثير من القوانين في الدورة السابقة على حد تعبيره، ليطلب بعدها رئيس السن رفع هذه التوصية إلى الدائرة القانونية للإطلاع. لكن السيد الخشان يقول في تويتر بأن السيد المشهداني خالف الدستور بتحويل الطلب إلى الدائرة القانونية، مؤكدا ذلك حسب المادة 59 ثانيا التي تنص على أن بعد تأدية اليمين الدستورية يكون البرلمان دائرة مغلقة، وكل طلب فيه يعرض للتصويت بالأغلبية البسيطة، ولا مكان للدائرة القانونية فيها. بعض القانونيون يقولون بأن السيد الخشان يتحدث بشيء غير ممكن، فالحلبوسي نائب منتخب من قبل الشعب ورئيس الكتلة الأكبر للمكون السني، ويحق له الترشيح لرئاسة حاله حال أي نائب آخر. لكن السيد الخشان ماض بطلبه إلى المحكمة الاتحادية ولا يبالي لما يقال، وكأن الرجل يريد أن ينتقم لما حصل له في الدورة السابقة. ومن التعقيدات الأخرى التي ترافق العملية السياسية والتي لا تحمل مزحا أو تهاونا، فهي تغريدة أبو علي العسكري التي يقول فيها بأن مصادرة حقوق الأغلبية والسير وراء الإرادات الخارجية، فإننا مقبلون على أيام عصية على العراق. وكأنه يقول: انتبهوا يا أولي الألباب، المخططات الخارجية تحاك لنا جميعا، وحينها لا مناص، وسنوقفكم فإنكم مسؤولون. أما عن الكتلة الصدرية فهي تقول للإطار التنسيقي على نحو الأغنية: تعال يا ابن الحلال وللمالك ماكو مجال. هذا ما أبلغت به الكتلة الصدرية الوفد الإيراني الزائر إلى بغداد، لكن هذا الأمر
جعل الوفد يخرج غاضبا. أما عن المفاجأة ففي الوقت الذي يطعن فيه الإطار التنسيقي بجلسة اختيار الحلبوسي، إيران تهنئ الحلبوسي عن طريق رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف. فهل إيران رفعت يدها عن الإطار أم ماذا؟ ويمكن لسان حال الإطار التنسيقي بعد المأزق السياسي الذي يمر به يقول للكتلة الصدرية ما قاله الفنان المرحوم فؤاد سالم. مشكورة تردين الصدق وما قصرت، مشكورة